يعطيكم العافية. أول ثانوي معكم المعلمة إيناس. اليوم رح نبلش بمقدمة عن أجهزة الحاسوب. طبعاً كلنا بنعرف إنه أجهزة الحاسوب هي أجهزة إلكترونية تتكون من مجموعة من المعدات طبعاً مرتبطة ببعضها البعض، بتستعمل على استقبال البيانات على اختلاف أنواعها. أنواع البيانات هون نحكي ممكن من أنواع البيانات بيانات نصية، صوتية، صور ومقاطع. طبعا هاي البيان مقاطع فيديو ومعالجتها بتنفذ عدة عمليات ممكن حسابية ومنطقية. هاي البيانات يعني ما احكي لك شو انواع البيانات، رح تحكي لي نصية، صوتية، صور، مقاطع. هلا ممكن تتحول هاي البيانات الى معلومات انا ممكن استفيد منها. اذا البيانات يا ميس بتتحول لشو؟ لمعلومات عشان انت تستفيد منها، وبخزنها في برامج أو وسائط تخزين، وبعمل على تبادلها بين مجموعة من الأجهزة المتصلة. رح نعرف التطور التاريخي لجهاز الحاسوب. طبعاً جهاز الحاسوب له تطور تاريخي. طبعاً بالقدم كان جهاز الحاسوب كبير، هلأ صار أصغر مثل اللابتوب مثل التليفون، فتطور عندي عن طريق الحجم، من حجم كبير لحجم صغير، بيساعدني على حمله بأي وقت. مثل هاي حاسوب الشخصي والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية، ممكن تحمل مثلا مثل زي تليفونك وتاخذه معك على أي مكان. طبعا تطورت، زمان ما كانت كثير متطورة، هلأ صار فيها تطور مذهل من حيث ازدياد سرعتها وتضاعفها. طبعا أجهزة، حكينا انه الحاسوب القديمة كانت أجهزة ضخمة، وهلأ صارت عندي أجهزة صغيرة. هلأ المرحلة الأولى بنبلش فيها اللي هي أجهزة اليدوية. طبعا طور الصينيون آلة بسميها المعداد. شو يعني المعداد؟ هاي آلة بتساعدهم على العد، نستخدمها في مجالات العلوم والفيزياء والرياضيات. امتدت هاي المرحلة إلى منتصف القرن السابع عشر. بدك تحفظ لي يا ماس المرحلة إنها امتدت لعند القرن السابع عشر. هلا المرحلة الثانية يا ميس هي مرحلة الحاسبات الميكانيكية. اخترعوا عندنا حاسبات ميكانيكية من قبل العالم باسكال. العالم باسكال هو اللي اخترع هاي الآلة. ليه؟ شو هاي الآلة بتعمل؟ بتعمل على جمع الأعداد وبتعمل على ضربها. مكونات هاي الآلة تتكون من دواليب معدنية بيتم تطويرها على آلة شبه مبرمجة. طبعا هاي الآلة بتكون عبارة عن شريط ورقي، وبيكون هذا الشريط فيه ثقب. هاي الآلة ميزاتها، أول ميزة إنها بتمتاز بالدقة. آلة حاسبة تحليلية بتمتاز بالدقة. طبعا أنتجوا شركة لهاي الآلة، سموا هاي الشركة IBM. بدك تحفظها إنه هاي الشركة اسمها IBM. والشركة هاي أنتجت أول آلة حاسبة كهروميكانيكية سمناها مارك 1. المرحلة الثالثة اللي هي الحواسيب الإلكترونية. في بكلية الهندسة عندي بجامعة بنسلفانيا سميت NIAS، قاموا بإنتاج أول حاسوب بكلية الهندسة بهاي الجامعة. رجعوا بهاي الكلية طوروا لجهاز EDVAS. بعد طبعا لما طوروه صار بيعتمد على فكرة المنطق البرمجي، وهو هذا الجهاز بدنا نعرف يا مس انه بيقوم بتخزين البيانات داخل ذاكرة الحاسوب. كيف بيقوم بتخزينها؟ في اكيد شكل اللي هو بشكل ارقام ثنائية. بعد ما اخترعوا الجهاز الاول واخترعوا الجهاز الثاني، قاموا باختراع كمان جهاز سمي EDCAS، وهو يعتبر أول جهاز حاسوب بيعمل على أساس
اللي هي الذاكرة. بنعرف يعني مثل الحاسوب انه في عندي ذاكرة بتخزن كل البيانات. فهذا الجهاز اللي اخترعوه كان هو اول جهاز حاسوب بخزن فيه الذاكرة. طبعا بسمي المرحلة السابقة اللي هي بالجيل الاول من اجيال الحاسوب. بدنا نعرف ولازم تحفظوا انها امتدت من فترة منتصف الاربعينيات الى الخمسينيات. طبعا كل مرحلة يا مس لازم تعرف من متى بلشت المرحلة ومتى انتهت. طبعا امتدت هاي اعتمدت صناعة الاجهزة على المرحلة تكنولوجيا الصمامات المقرعة في بناء الدوائر المنطقية. طبعا جعلت الاجهزة بطيئة السرعة عيبها اللي هي هاي عيبها انها بطيئه السرعه عنيه الاجهزه وكبيره الحجم بسبب وجود حاجه الى اجهزه بتزيد بسبب ارتفاع درجه الحراره. هاي الاجهزه عميت على زياده درجه الحراره، فلما ازدادت درجه الحراره عندي بالمرحله هاي وحطوا الصمامات ارتفعت حرارة الأجهزة، صارت عندي حرارة الجهاز، صارت عندي عفوا يا مس سرعة الجهاز بطيئة، أو بسبب كمان كبره صار عندي الجهاز بطيء. طبعا استخدمت لغة الآلة لكتابة البرامج، فصار الأمر صعب بزيادة. أنواع أجهزة الحاسوب بدنا نعرف إنه جهاز الحاسوب الشخصي أول نوع، وبينقسم طبعا عندي لأنواع. بحكي عن جهاز الحاسوب الشخصي، هو جهاز حاسوب المكتبي أو المحمول. هلأ بدنا نوضحهم ونعرف شو الفرق بينهم. الحاسوب المكتبي اللي هو الموجود عندي بيكون بالمكاتب دايما بالشركات اللي بيكونوا موجودات على الطاولة، فهذا بحكي عنه حاسوب مكتبي. هاي مثل الموجود عندنا هون بالصورة. طبعا بيحتوي على وحدات منفصلة واهمها طبعا وحدة النظام الكيس، وكلنا بنعرف شو يعني الكيس اكيد اخذناه بتامن. بيحتوي على اهم قطع جهاز الحاسوب، بيحتوي على اهم القطع لوحة الام ومزود الطاقة. طبعا بدنا نعرف انهم بتصلوا بتتصل به مكونات اخرى، اهمها الشاشة، الفأرة، لوحة المفاتيح، السماعات الطابعة زي ما اخذنا قبل. هلا الحاسوب المحمول اللي هو اللابتوب، وكلنا بنعرف شو اللابتوب، وهي مثل الصورة موجودة عندك هون. طبعا هي هلا حاليا منتشرة اكثر اشي اللابتوب. ليش؟ مميزات جهاز اللابتوب، اول اشي سهولة حمله ونقله من مكان الى اخر بسبب خفة الوزن. اكيد يعني ما بقدر انقل الحاسوب المكتبي معي وين ما انا رحت، فاخترعوا اللابتوب فانت بتقدر تاخذه وين ما بدك لانه خفيف الوزن وبيستخدم البطاريات في التشغيل. طبعا مزود بشاشة رفيعة، اجتمع وحدة المعالج المركزية والشاشة والمفاتيح ووحدة نظام واحدة، يعني هذول كلهم موجودين عنده بوحدة نظام، مش مثل الحاسوب المكتبي، الحاسوب المكتبي كل شغلة له وحدة نظام خاصة. طبعا ومن مميزاته انه بيتم طي الشاشة بلوحة المفاتيح عند الانتهاء. في عندي يا مس كمان الحاسوب اللوحي، بتميز الحاسوب اللوحي اللي هو بصغر حجمه وبخفة وزنه. كل واحد منهم بدك تعرف شو مميزاته فلازم انت تكون حافظهم. طبعا هو الحاسوب اللوحي هو تقريبا المفضل من قبل المستخدمين، برضو نفس الاشي لسهولة استخدامه وامكانية التفاعل المباشر، وبتكون وحدة الادخال الرئيسية فيه عن طريق شاشة اللمس، يعني بيكون كل شيء بدك تستخدمه عنه عن طريق شاشة اللمس من خلال الإشارات في البدء أو الأقلام الضوئية المخصصة، بيكون طبعاً فيه له أقلام. هلأ الهواتف الذكية السمارت فون كلنا بنعرفهم أكيد لأنه كلنا معنا هواتف، هي مجموعة من الهواتف بتحاكي أجهزة الحاسوب في القدرات.
طبعا هي من اكثر الاجهزه اللاسلكيه انتشار هاي الايام، لانها من اكثر الاجهزه اللي احنا بنستخدمها، ممكن تنزل عليها البرامج اللي بدك اياها وتستغني عن اللابتوب والتابلت. طبعا من مميزاته ان انت بتقدر تستخدم الهاتف الذكي لاجراء المكالمات والدخول للانترنت وتخزين المعلومات، الالعاب والصور، وبنزل مستندات. طبعا بحكي لك هون انه في تشابه بين جهاز الحاسوب والهاتف المحمول من حيث البناء التركيبي، لانه الاثنين بيحتوى على وحدات ادخال ووحدات اخراج. هاي اول واحدة. الثاني انهم بيحتفوا على لوحة مفاتيح وشاشة، سهلين ما بدهم اشي، بالاضافة الى وحدة معالجة مركزية ووحدة تخزين داخلية. هاي تلا، اذا هدول لازم نعرفهم. هلا اهم استخدامات هاي الاجهزة، انا بستخدمها بعدة وسائل للربط بين الهاتف الذكي وجهاز الحاسوب. في عنده بنقسمها لوسيلة سلكية. الوسيلة السلكية بتتم عن طريق ربط الهاتف بكابل، اللي هو يمسها هيو عندي بالصورة، بتربطه بكابل الحاسوب الشخصي عن طريق USB، وهي الأسهل والأسرع والأكثر انتشار في نقل المعلومات. هلا عندي الوسيلة اللاسلكية بتتم بطريقتين، في عندي تقنية البلوتوث وكلنا بنعرفها، هاي كانت التقنية عندي قديمة، يشترط فيها انه بكل هاتف لازم يكون فيها موجود فيه شريحة بلوتوث، لازم لما بدك تنقل من جهاز لجهاز لازم الجهاز الاخر يكون فيه تقنية البلوتوث، بتكون عبارة عن شريحة او وصلة موجود عندي خارجية ممكن، وفي كمان بلوتوث داخلي احيانا بالجهاز. نفس الاشي حكينا عن طريق اليو اس بي. في عندي تقنية الاشعة تحت الحمراء، هاي الثانية، لازم بهاد انه يكون الجهاز الخلوي بيحتوي على اشعة تحت الحمراء، بحكي لها اي ار. طبعا هاي الطريقة غير منتشرة، لانه معظم اجهزة الحاسوب الموجودة عندنا الخلوية الحديثة تعتبر انها طريقة صعبة نسبيا مقارنة بالطرق المتاحة حاليا. ليش طريقة صعبة؟ لانها بتحتاج الى وضع الهاتف المحمول بطريقة يكون مخرج الاشعة تحت الحمراء للهاتف موجها للمخرج، يعني لازم يكون. ليش بيعتبروها صعبة؟ لانه الجهاز المحمول لازم يكون موجه للخارج عشان يقدروا يتعاملوا مع هاي الطريقة. هلا في هون يا مس عندي علل، بحكي لك بتكون مخرج الأشعة تحت الحمراء للهاتف المحمول موجهة للخارج، الأشعة تحت الحمراء الخاصة للحاسوب، بحكي هون علل، وذلك لتقليل تأثير الضوء الأشعة اللي تحت الحمراء اللي بتأثر سلبا على نقل البيانات. إذا لازم تعرف إنه الأشعة تحت الحمراء بتأثر عندي على تقنية نقل البيانات، فهون مشان هيك هم ما بيستخدموا دائما هاي التقنية. الأجهزة اللوحية اللي هي التابلت ديفايسز، بحكي عنها إنها أجهزة لوحية، أجهزة لوحية مختصة بأجهزة الحاسوب الشخصية، تحتوي هاي على شاشة بسيطة زي ما أنا شايفة هون، بتكتب وبترسم عليها من خلال قلم لوحي. بتتيح هاي الأجهزة الدخول لشبكة الإنترنت، وبتقدر تعمل عليها كل إشي بتعمله على اللابتوب، على أجهزة الحواسيب المكتبية كاملة. أجهزة الخوادم، الخوادم هي عبارة عن أجهزة حواسيب مواصفات عالية، طبعا إلها نظم تشغيل معينة، وبتكون هاي الأجهزة متصلة بالشبكة. أجهزة الخوادم مسؤولة عن إدارة عملها وبتقوم بتقديم خدمات الأجهزة الأخرى المتصلة بالشبكة نفسها. طبعا يا مس ثالثا إن شاء الله رح نكملها بالحصة الجاي. طبعا لازم تعرف هون أجهزة الخوادم، طبعا هون تعريفها وهي كتير مهمة ولازم تحفظها. يعطيكم ألف عافية يا رب.